مش هتصدقي. اولا اللي بيكلمك ده الاستاذ محمد افندي عبد الكريم، الصحفي بجريدة الجهاد بمرتب قدره 5 جنيه شهر. مش معقول يا محمد، حصل امتى الكلام ده؟ الدكتور باهي هو اللي شغالني في الوظيفة دي، وهناك بقابل كل السياسيين الكبار. امبارح بس كانوا مجتمعين عشان ينظموا مقاطعة الشعب للانتخابات اللي بيجريها صديق باشا. مبروك يا محمد، ما تتصورش انا فرحانة قد ايه. انت السبب يا سبيدة، لو ما كنتش سمعت كلامك وقبلت الوظيفة في محل المكواجي ما كنتش وصلت للشغلانة دي. انت اللي اديتيني الامل، عشان كده انا جاي وناوي اكلمك في موضوع مهم جدا. خير يا محمد؟ انا قصدي انا وانتي نتجوز يا سبيدة. نتجوز؟ ده قرار انا خدته من زمان، من يوم ما خدت مني المسدس، وبعدين جددته لما شفت في الجنينة اول مرة وانتي متحجبة، وتالت مرة لما بقيت اقبض ما هي محترمة تخليني ما تكسفش اتقدم ليكي. بس ازاي؟ مش هقدر يا محمد. ما تقدريش ليه؟ ما اقدرش اسيب شغلي. ما تسيبيهوش، انا ما عنديش مانع تفضلي في شغلك. اصل عملي كممرضة يمنعني من الجواز. مفيش حاجة تمنع اتنين بيحبوا بعض من الجواز، الا اذا كنت ما بتحبنيش زي ما بحبك. انا مش بحبك وبس، انا بعبدك. لكن لا، الحب مفيش كلمة لكن. أنا مسؤولة عن حياة 7 أشخاص يا محمد، أبويا وأخواتي الستة الصغيرين. ما تخافيش، أنا كمان هبقى مسؤول عنهم معاكي. طب اديني مهلة أفكر. زبيدة، الأسبوع الجاي ميعادنا بنتقابل، دايما تكوني جاية مستعدة للجواز. سمعت اللي أنا قلته ولا لأ؟ وهتقبلي. أنا يا محمد مستعدة أروح معاك لآخر الدنيا.